السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجود المغني؟ المغني موجود؟ يعني الباب كله ما هو موجود في المتن. يعني هذا باب القرض في المغني بين السلم والرهن، ولا وجود له في المتن. أنا ظنيته مقدم في المغني بس ما أشوف في متن. لو يلخص باب القرض هذا الذي لا وجود له في المتن، يعني رؤوس المسائل منه في المغني، نمر عليها إن شاء الله. تعرف أن الخرقي أول متن عند الحنابلة، ومعروف أن أول كتاب يؤلف في أي فن من الفنون لابد أن يكون في البداية فيه إعواز. لو نظرت إلى كل الفنون أول متن يصنف فيها تجد فيه عواز. لو نظرت إلى الموطأ تجد أبواب ما هي موجودة في الموطأ. لو وجدت مثلا الرسالة الشافعي في أصول الفقه فيها أبواب كثيرة، ما مسائل، ثم من جاء يزيد ثم يزاد إلى أن يتكامل. قل مثل ذلك في أصول الحديث، علوم الحديث، الرامة هرمزي ألا في علوم الحديث لكن أبواب كثيرة ما تطرق لها. وقل مثل هذا في كل الفنون، ثم يزاد عليه لنتكامل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا جنى العبد المرهون، عرفنا أنه يصح رهن العبد والأمة توثيقة للدين بهذه العين، وإما يصح بيعه ويصح الاستيفاء الثمن من قيمته فيصح رهنه. فإذا جنى العبد المرهون فالمجني عليه حق برقبته من المرتهن. فالمجني عليه حق برقبته من المرتهن، لأن المرتهن حقه متعلق بذمة الراهن، وأما المجني عليه فحقه متعلق بذمة الجاني.
المرتهن حقه متعلق بذمة الراهن، هو خصمه، هو الذي أخذ منه القرض وأخذ منه الدين وأخذ منه ما وضع الرهن من أجله. وأما بالنسبة للجاني فالحق متعلق بذمته هو، ثم بعد ذلك الراهن ينظر في مصلحته. فالمجني عليه حق برقابته من مرتهن أو مرتهنه حتى يستوفي حقه. المجني عليه إذا استوفى حقه سواء كان من السيد أو من الجاني، إذا رأى السيد أنه يسلم الجاني للمجني عليه، لأن أرش الجناية أكثر من قيمته، هل يلزم السيد أن يدفع أكثر من قيمته؟ لا يلزم. فحتى يستوفي حقه هذا المجني عليه، ولو افترضنا أن أرش الجناية 10,000 وقيمة العبد 20,000، هل السيد يدفع العبد للمجني عليه أو يدفع 10؟ يدفع 10 ويبقى له 10 من قيمته، وهذه 10 الباقية تبقى رهن. فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فداه بالعشرة فهو رهن بحاله، إذا فداه بقي العبد بحاله، وإذا خرج العبد المرهون، خرج العبد المرهون قال والله هذه الجناية قدرت 20,000 والعبد قيمته 10,000، كيف يتصرف السيد؟ يقول خذ العبد، الله ما عندي استعداد أدفع أكثر من قيمته. نعم وين؟ نعم لا لا جرح. نعم. فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن بحاله. قلنا أنه إذا كانت الجناية 10,000 وقيمته 20 فإن السيد سوف يدفع 10، ما يمكن أن يسلم العبد وهو أكثر من قيمة من أرش الجناية. نعم. وإذا جرح العبد المرهون أو قتل، نعم كيف؟ إذا سلم العبد الراهن سلمه لأن قيمته أقل من أرش الجناية، المرتهن خلاص يبقى دينه متعلق بذمة الراهن، ما يلزم. وإذا جرح العبد المرهون أو قتل، جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك سيده. سيده لماذا؟ لأن الذمة متعلقة، لأن الدين متعلق بذمته، ذمة السيد الذي هو الراهن. وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن. جرح العبد المرهون وقدر هذا الجرح 1,000 ريال، يبقى العبد رهن وقيم أو ما حصل من المال بسبب هذا الجرح مثل يضم إلى الرهن، يضم إلى الرهن. فلو افترضنا أن العبد قيمته 10,000 فجرح وقدر الجرح 1,000، والرهن معلوم أنه إذا جرح تنزل قيمته، سواء نزل 1,000 أو 2,000، يبقى العبد رهن ويبقى مقابل الجرح رهن أيضا. وكذلك إذا قتل العبد فإن قيمته
رهن، قيمة العبد رهن. قال فالخصم في ذلك السيد، لأن الأصل أن الدين متعلق بذمته، وما قبض بسبب ذلك سواء كان قيمة جرح أو أرش جرح أو قيمته كاملة إذا قتل، وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن. وإذا اشترى منه سلعة على أن يقال أن يكون العبد والأرش كلاهما رهن. نعم، كلاهما رهن، لأن الأرش في مقابل نقص قيمة العبد، الأرش نقص في مقابل نقص قيمة العبد. قلنا أنه إذا كانت قيمته 10 والأرش قدر ب1000، لأن قيمة العبد نزلت إلى 9، فالعبد والأرش كلاهما رهن. ها؟ ما في قصاص أصلا. نعم، الحر بالحر، ها، والعبد بالعبد. فإذا قتل العبد عبدا هل يقاد به أو لا يقاد؟ الآية نص في أنه يقاد، لكن هل للآية مفهوم كما في الحر بالحر أو لا مفهوم له كما في الأنثى بالأنثى؟ الأنثى بالأنثى، يعني لو قتل رجل أنثى يقاد ولا ما يقاد؟ يقاد. قتلت أنثى رجل تقاد ولا ما تقاد؟ تقاد به. حر بحر كذلك، لكن عبد بعبد، عبد بحر، حر بعبد، هل هو مضطرد ولا غير مضطرد؟ غير مضطرد. عبد قتل عبدا يقاد به. طيب إذا قيد به هل يلتغي الرهن ولا لابد من تعويض المرتهن برهن آخر؟ ها، يلتغي. ها، نعم يلتغي. وهنا يقول إذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه، اشترى سلعة، اشترى بيت ب500,000، قال ولك الأرض الفلانية وكلاهما يعرفها الراهن والمرتهن ومحددة ومعروفة لدى الجميع رهن، أو أحضر لك ضامن يضمن المبلغ أو كفيل، ثم بعد ثبوت العقد قال والله رجعت، أنا لا مرهنك، والضامن عرض عليه ورفض، عرض عليه أن يرهن المبلغ وقال والله ما عندي استعداد أضمن. قال وإذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه، أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعني كفيل، أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه، فالبيع جائز. ما قال يبطل البيع لأن المشتري ما وفى لا بالرهن ولا بالكفيل ولا بالحميل، ما يقال العقد صحيح، العقد صحيح، فالبيع جائز. فإن أبى تسليم الرهن، إن أبى المشتري تسليم الرهن أو أبى الحميل أن يتحمل، البيع صحيح، لكن يبقى البائع
مخير في فسخ البيع أو إنفاذه، لأن الحق لا يعدوه، فإذا تنازل عن حقه فله ذلك. فإن أبى تسليم الرهن أو أبى الحميل أن يتحمل فالبائع مخير في فسخ البيع وفي إقامته بلا رهن ولا حميل. يقول خلاص أنت ما أنت مرهني الأرض؟ قال لا، ما عندي استعداد أرهنك الأرض لأني محتاج إلى قيمتها، وإذا رهنت خلاص لا أستطيع أن أبيعها. البائع إن شاء قال خلاص نجيز البيع ولا ما فيه رهن، أو يقول ما دام التوثقة بهذه العين ما حصلت نلغي البيع. فالأمر لا يعدوه، يعني هو المستفيد، وإذا تنازل عن حقه أحد يلزمه. قد يقول قائل أنه قد يكون هذا التصرف من أجل إلغاء المشتري للبيع، من أجل إلغاء المشتري للبيع. المشتري كأنه رأى أن الثمن كثير على هذه السلعة، فمن أجل أن يلغي البائع قال الله هو أنت، ما أنا مرهنك شيء ولا أنا بجايب لك كفيل، تبي ترضى بدون رهن وبدون كفيل الله يقويك. كونه يتحايل لإلغاء هذا البيع هل يؤثر في العقد ولا يؤثر؟ نعم، يلزم بإيش؟ نعم يلزم بنفوذ العقد ولا يلزم بالرهن ولا بالكفيل. والبائع لا شك أنه البيع حينما أجراه مستفيد، ما يمكن أن يجري البيع وهو متضرر، لأن الخيار له، الخيار له. وقدر أنه باع عليه البيت 500,000 على أن يرهنه الأرض أو يأتي بكفيل، ثم قال له والله أنا شريت 500,000 لكن ما عندي استعداد أرهنك الأرض ولا أجيب لك كفيل. البائع إن كانت الصفقة مناسبة والدين ما عليه خطر يمضي البيع، فهو مستفيد من هذه الحيثية، والمشتري إن كان الصفقة مناسبة له والبيت يستحق أكثر وأراد البائع أن يلغي الصفقة، فبالنسبة للمشتري إذا خشي من إلغاء الصفقة فإنه سوف يتم ما اتفق عليه لأنه منتفع ومستفيد، بخلاف ما إذا كانت الفائدة للبائع ولو بدون الرهن والضامن. فالمسألة في مثل هذا عرض وطلب، والخيار في مثل هذه الصورة للجميع ولا للبائع؟ للبائع، للبائع، لأن المشتري موافق على الثمن ولزم البيع وتمت الصفقة، فليس له أن يلغيها. لا يملك، لا يملك، ورضي الأمر لا يعدو، ها؟ في مقابل الحميل وفي مقابل
لا، لكن بعد ثبوت البيع، بعد ثبوت الصفقة. نعم، لا، كأنه زاد عليه، ثبت في ذمته مبلغ من المال، فكونه يزيد على هذا المبلغ ليس له ذلك، صير دراهم دراهم ما يملك. نعم. إذا أبى الحمل هذا ليس بمقدور الشيء خارج. إيه، لكن بعد إذا كان البائع متضرر، نعم، كان البائع متضرر، هذا المشتري ما يضمن أن يسدد، إما لكونه مماطل أو لكونه ما يستطيع الوفاء. يأتي بآخر. إيه، إن جاء بآخر يقتنع به المرتهن أو البائع ما في إشكال. إذا كان مثله، في كونه ملي مثله أو أفضل منه ما ثبت الخيار، أو رهنه أرضا أفضل من الأرض السابقة يمكن الاستيفاء من قيمتها فليس له خيار. فالبائع مخير في فسخ البيع وفي إقامته بلا رهن ولا حميل، وعرفنا وجه ذلك، ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء. رهنه سيارة، ثم جاء واستعمل السيارة وقال هذا في مقابل الزيت والبنزين، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، بخلاف ما إذا رهنه شيء يتلف إذا لم ينفق عليه. رهنه عبد، رهنه دابة، فهو ينتفع بالمرهون في مقابل الإنفاق عليه. السيارة لو لبقها شو بيصير؟ تموت؟ لا، ما تموت. قال ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا إذا كان مركوبا أو محلوبا. مركوب يشمل السيارة، لكن هل هي مرادة؟ لا، المراد بالمركوب الذي يتلف إذا لم ينفق عليه، والغنم مع الغرم، والخراج بالضمان، ما دام ينفق عليه فإن له أن يستفيد منه، من ظهره ومن نتاجه بقدر العلف. قال ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا إذا كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف. لماذا؟ لأنه أنفق، والنفقة بالنسبة للرهن تلزم من؟ تلزم الراهن صاحبه. لو أنفق عليه وقال أنا ما أنا منتفع، لكن بدلا من أن يموت الرهن فأتضرر أنا ويتضرر صاحبه، أنفق عليه بنية الرجوع. أنا ما أنا مستعمله، ما أنا بحاجة إلى أن أركب هذه الدابة، لكن أنفق عليها لئلا تموت فأتضرر أنا ويتضرر صاحبها، هل له ذلك أو لا؟ نعم، بنية الرجوع. ها؟ هو لابد من النفقة، لابد من النفقة، ولا يجوز أن يترك بدون علف، سواء كان من بني آدم كالرقيق أو من الحيوانات الدواب، لابد من النفقة عليه. وهل يشترط في ذلك إذن الراهن ولا لا؟ ما يلزم؟ على حسب
لا ما مسألة عرف، مسألة شيء يفوت، شيء يفوت. ولد حر ظل ضاع، فجاء واحد من المحسنين وتولاه وأدخله ببيته من ضمن أولاده وأنفق عليه، يعني يتركه يموت ولا ينفق عليه ويرجع على والده؟ ينفق عليه ويرجع. مثل هذه الأمور اللي تفوت لا بد من 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 التصرف فيها. ما يقال والله هذا متبرع ما يضمن. ها؟ لا يفوت، مثل ما قلنا في السيارة، السيارة ما عليها. قد يقول قائل إن الكفرات مع طول الوقت يصير فيها شيء من شو يصير؟ أي تتضرر تفسد، لكن هذه ما هو مبرر إلى أن ينفق عليها ويستعملها فيما لم يتفق عليه. من هذا الكلام إذا كان المقصد أن هذا الشخص ينفق عليه، المقصد أن يعطيه بعير يأتي ينفق عليه وهو مسافر ما له حاجة في البعير، الشخص صاحب البعير الراهن. على كل حال المنفق يستفيد، ما ينتفع به، ينتفع به. قال إلا إذا كان مركوبا أو محلوبا فيركب و يحلب بمقدار العلف، لأن الضمان بالخراج والغرم مع الغنم. شو اللي فتح الباري الخامس؟ ويعرف أنها تموت شو ما يرجع، هو ما يرجع، ينتفع منها بقدر النفقة. يعني تصرف من غير اتفاق مع صاحبه، تصرف من غير اتفاق. هو المسألة فيما يفوت، وإذا أمكن الاتفاق فهو الأصل. إذا لم يمكن الاتفاق وخشية من فوات أو موت الراهن فإنه ينفق حتى في أمور أخرى. أنت وجدت دابة وأنفقت عليها، خليها تموت. هو ما في شك عليه أن يرعى الأصلح، لكن مسألة البيع لا بد من الاتفاق عليه، لأنه لا يغلق الرهن من صاحبه. خلاص انتهى، لا ما يلزم، لأن الذي يخشى منه منتفي. يستفيد منه بقدر النفق. طيب من الذي يستفيد؟ ليس له إلا إذا أنفق، ليس له إلا بقدر نفقته. الأصل في الراهن يعني من خلال ما جاء في القرآن، فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهو لا بد أن يكون مقبوضا، لا بد أن يكون مقبوضا، وقبض كل شيء
بحسبه كما تقدم، قبض كل شيء بحسبه. وهذا سبق تقريره، وقال رحمه الله: كتاب الرهن باب في الرهن في الحضر، كنتم على سفر فلم تجدوا كاتب فريان مقبوضة. مفهوم الآية أن الرهن خاص بالسفر، فماذا عن الحضر؟ قال: باب في الرهن في الحضر، وقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب فريان مقبوضة. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. المقصود أن هذا الرهن في مقابل الشعير في الحضر ولا في السفر؟ في الحضر. باب من رهن درعه. يقول: قال إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل فرهنه درعه. رهن السلاح هو نفس الحديث السابق. الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب. أحد يقرأ؟ أحد يقرأ؟ إيه، تعال تعال هنا. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قوله: باب الرهن مركوب ومحلوب. هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الحاكم وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال الحاكم: لم يخرجاه، لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش، انتهى. وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على الأعمش وغيره ورجح الموقوف، وبه جزم الترمذي وهو مساو لحديث الباب من حيث المعنى، وفي حديث الباب زيادة. قال رحمه الله: قوله وقال مغيرة أي ابن مقسم عن إبراهيم أي عن ابن مقسم عن إبراهيم أي النخعي: تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها. وقع في رواية الكشميهني بقدر عملها، والأول أصوب. وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة به قوله: والرهن مثله، أي في الحكم المذكور. وقد وصله سعيد بن منصور بالإسناد المذكور به، ولفظه: الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفها، وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفها. ورواه حماد بن سلمة في جامعه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بأوضح من هذا، ولفظه: إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر
بقدر ممن علفها، فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا. قوله حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة. فإن استفضل إزاد يعني. قوله حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة قوله عن عامر هو الشعبي ولأحمد عن يحيى القطان عن زكريا قال حدثني عامر وليس للشعبي عن أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير الزمر وعلق له ثالثا في النكاح. قوله الرهن يركب بنفقته كذا للجميع بضم أول يركب على البناء للمجهول وكذلك يشرب وهو خبر بمعنى الأمر لكن لم يتعين فيه المأمور والمراد بالرهن المرهون وقد أوضحه في الطريق الثانية حيث قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. قوله الدر بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع. وقوله لبن الدر هو من إضافة الشيء إلى نفسه وهو كقوله تعالى وحب الحصيد. قوله في الرواية الثانية وعلى الذي يركب ويشرب النفقة أي كائنا من كان، هذا ظاهر الحديث وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك وهو قول أحمد وإسحاق. وطائفة قالوا ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث. وأما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن. وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء وتأول الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين، أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن عبد البر هذا الحديث النفقة يعني ما تنضبط وكونها في مقابل الانتفاع لا يلزم أن تكون مساوية للانتفاع من كل وجه، ففيها عدم التساوي بين ما يبذله نفقة وبين استعماله له، فإما أن يكون الانتفاع أكثر أو تكون النفقة أكثر، وهذا خلاف الأصل. الأصل أن يكون الانتفاع بقدر النفقة، لكن قد يكون اللبن قليل وتحتاج من النفقة إلى أكثر من قيمة اللبن، وقد يكون اللبن كثيرا ويحتاج من النفقة إلى شيء يسير، ومعلوم أن مثل هذا مع عدم التساوي الأصل أن يكون المبذول بقدر الانتفاع، لكن مثل هذا يتجاوز عنه ويعفى عنه نظرا للحاجة إليه كما قالوا في المصرات له أن يحلبها ويستفيد من الحليب، وإذا رضي وقبلها بها ونعمة، وإن لم يرضى فعليه أن يعوض صاحبها بصاع من تمر. مثل ما قلت المخالف للقياس باعتبار أنك تدفع بقدر ما انتفعت، لكن هل هذا يمكن تحقيقه؟ ما يمكن تحقيقه، لأن الدواب تختلف، بعض الدواب
تحتاج من الأكل ضعف ما تحتاجه الأخرى، مثل ما يقال الآن اللي يسمونها البوفيه المفتوح، بعض الناس يأكل 3 أضعاف ما يأكله غيره، وفي هذا من الغرر ما فيه، لكن هناك أمور وصفقات تعارف عليها الناس وليست من باب المعاوضة، وإنما من باب الإرفاق، مثل النهد اللي يسمونه القطة، مجموعة يسافرون سفر ويتفقون على أن كل واحد يدفع 1000 ريال، وهم 5000 ريال تكفيهم لمدة شهر مثلا، هل أكلهم واحد؟ ما هو أكلهم واحد، بعد كل شيء يكفيه، واحد ما يكفيه شيء، هذه يتسامح فيها، بخلاف ما إذا كان القصد من ذلك المعاوضة. المعاوضة لا بد فيها من أن يكون الثمن والمثلمن معلومين. قف على شلون؟ هذا إذا تشارط عليه، تشارط عليه، مع أنه ما قد لا يوافق عليه. شلان شلان. اللهم صل على صداع اي والله جزاكم الله خير.